أصدقائي أهلا بيكم، ورجعنا لكم تاني في برنامج كل الناس نيوز. ده الموسم التاني. قد إيه أنا سعيد إن أنا موجود معاكم وإن إحنا رجعنا تاني، وبشكر كل اللي ساهموا في نجاح الموسم الأولاني، منهم الفنانة سوسن ربيع وكتير من الناس اللي شاركت معانا. بجد أنا مبسوط إن البرنامج في الموسم الأولاني نجح، وبنكمل معاكم الموسم التاني وإن شاء الله نفضل متواصلين على طول في نجاح. البرنامج بتاعنا النهارده هينقسم لفقرتين. الفقرة الأولى طبعا هنقدمها على طول البرنامج أنا وعبير. ازيك يا عبير؟ أهلا يا محمد، ازيك؟ أخيرا رجعنا ورجعنا تاني. رجعنا تاني. الفقرة التانية إن شاء الله هتكون معانا المهندسة منى سعد زغلول، مهندس استشاري ومساعد في نادي روتري. هنتكلم النهاردة معاها على حاجات كتير. عايز أقول إن في كل حلقة من الحلقات بنتكلم في مواضيع مهمة، هنتكلم في حاجات مفرحة. يعني كل اللي تواصلوا معانا في الفترة اللي فاتت قالوا إن إحنا عايزين البرنامج بشكل مختلف، يبقى شكل باسم، يبقى شكل مبتسم، ولا إيه رأيك في الموضوع ده؟ يا ريت يا ريت. كويس؟ اولا انا مبسوطه ان احنا بدانا الجزء الثاني او الموسم الثاني من البرنامج، واكون معاك يا محمد، ويا رب نكون عند حسن ظن الناس. وبقول لك الحمد لله على السلامه الاول، الله عشان انا يسلمك. عارفه ان في تجربه كده معاك من الكورونا، وخصوصا ان احنا هنتكلم على الكورونا الحلقه النهارده دي النهارده، يعني فيا انا ريت تكلمنا عنها. يعني عن التجربه. عن قبل ما اقول التجربه التجربه هقول قصه بسيطه جدا. كان في 2 اطفال بيلعبوا في الشارع كوره، ووالدتهم امهم بتشاهدهم من فوق من البلكونه. طفل من الطفلين وقع، فبسرعه اول ما الطفل ده وقع، راجل مارر من الشارع شالوا وقوموا. بعد ما خلصوا اللعب الولدين رجعوا لأمهم، فالأم ندهت للطفل مش اللي وقع، التاني. قالت له تعالى هنا. قال لها نعم، في ايه؟ قالت له انت اخوك وقع. قال لها اه. قالت له لما اخوك وقع ايه اللي حصل؟ قال لها في راجل كان معدي من الشارع ساعده وقومه. قالت له ليه تخلي حد تاني يساعده؟ انت لو ما تروح تقومه، لو تعبان هتحس بيه، لو عنده ألم هيقول لك، لو هدومه فيها عفار هتنضفه، لكن اللي ماشي ده هو قومه وسابه. قد ايه العلاقة ما بين الاخ والاخ مهمة جدا. الاخ في وقت الشدة هو اللي بيبقى في ظهرك، الاخ في وقت الشدة هو اللي بيبقى سندك. انت اول ما بتتعب واول ما بيحصل لك حاجة بتقول اخ، يعني انت في احتياج شديد لاخوك. قد ايه انا محظوظ ان انا معايا اخوات وقفوا معايا في المحنة اللي ربتنا على كده، أمي، وبشكرها وليها كل التحية والتقدير. التجربة اللي أنا مريت بيها زي أي حد، المشكلة إن أنا استهترت بيها. نصيحة، أول ما تحس إن درجة حرارتك وصلت 38 ل 40 درجة ومر عليك يومين ما بتقلش مع كل المسكنات اللي بتاخدها، على طول لازم تتجه وتعمل مش بس التحاليل، الأشعة، علشان تقدر تقاوم وتعالج المرض ده بسرعة. قد ايه بقى الحالة دي مريت بيها؟ الموضوع طويل جدا، لكن هنتكلم النهاردة في حاجة اهم، هي علاقة الأسرة وبعض. هل كورونا ظهرت اجمل ما فينا، ولا كورونا ظهرت في بعض الناس حاجات سلبية؟ النهاردة احنا في كل حلقة انا وعبير هناخد الضد، الرأي والرأي الاخر، وهنقاطع بعض وهنهاجم بعض، لكن في الاخر عايزين، واحنا بنبتسم واحنا بنقاطع بعض ونهاجم بعض، في الاخر نبتسم. أنا شايف إن كورونا بشكل إيجابي إن هي قربت كتير من الناس، أنت شايفاها سلبية؟ قولي السلبية اللي عندك علشان نقول إيجابية، لأن أنا عارف إنها طب أول حاجة قبل ما أبدأ كلامي، أنت مريت بالتجربة دي وعانيت منها، برضو عندك إيجابيات الكورونا؟ طبعا إيجابيات رغم كتير إن أنت جدا. حسيت بالمرض، حسيت الناس تبعد عنك، رغم كده برضو هتتكلم عن الإيجابيات؟ لو قلنا ان في ناس بعدت عنك علشان انت مريض، علشان ما يزوركش، علشان ما يقربوش منك، لكن ظهرت ان في ناس بتخاف عليك بالفعل، واقفه جنبك بالفعل، مش هاممها اي حاجه غير ان انت تخف، مش هاممها اي حاجه غير ان انت تبقى تقوم وتبقى قوي. يعني لما يبقى البيت عندك يتحول لمستشفى، اجهزه اكسجين، كل الادوات الطبيه بس اللي في موجوده، ناس كتيرة بعدت عنك. مش محتاجهم في حياتي بعد كده. انا مش محتاج الناس اللي بعدت عني في الفتره دي، اعذرهم. لكن طب والناس اللي قربت منك قوي؟
انت حسيت كم بقيمتهم في حد حياتك؟ قرب منك وكم اولا حد بعد؟ اول حد يقرب منك، ودي حقيقة، اسرتك، دي أكيد. اخواتك، اهلك، ولادك، مراتك، امك، كل الناس دي لما بيقربوا منك في الوقت ده، ده طبيعي ان هم يقربوا منك. لكن في بعض الاحيان كنت بشوف ناس بتبعد عن المريض، واكتشفت بقى ان في اصدقاء ليا كانوا مقربين جدا جدا جدا، محدش فيهم فكر انه يسأل، وفي ناس تانية ما كانوش مقربين وكانوا بعتبرهم هامشيين، كنت لقيتهم موجودين معايا. هي سببت برضه سلبيات، ما كورونا قلتش عمل لأ، بس سلبيات. كشفت المعادن، كشفت. ما انا لما اخاف على صحتي يا محمد ده مش معدن دلوقتي، ان انا اخاف على اولادي، اخاف على ان انا مثلا عارفه ان صاحبتي ديت مصابه، ان انا ما اروحش لصاحبتي دي، يبقى انا خايفه على عيلتي، انا ما قلتش لا. يبقى ده معدني كويس، طب مش ما تحكمش عليا ان المعدن واللي وحش. يجي لك ويزورك ويقف معاكي ده تعملي معاه ايه؟ بس ده تقول ايوه، نسبه النسبة البسيطة بسيطه تقولي عليها ايه؟ اوكي، قلنا الناس التانية انا لسه بقول ايه، معذورين وعندهم حق، مظبوط. اكيد طب واللي مش معذورين، اللي جولك بقى، اللي وقفوا معاكي في محنتك، اللي وقفوا معاكي في طبعا. شدتك. لا طبعا على عيني وعلى راسي، ويبقى لهم تقدير تاني، بس برضو ما اقدرش احكم على اللي هيبعد عني ان هو معدنه مش حلو. حلو، لا هو خايف على نفسه، خايف. انت طيب دلوقتي ابسط حاجة، لو مراتك او ابنك هيبقى مصاب، انت نفسك هتبعد عنه. ده مش بالعكس، لا مش هقول بقى معدنك ما انا وحش، هقولك بالعكس، بالعكس. انا اتصبت من اصابتهم، لما اتصابوا انا كنت بوديهم المستشفى وبعالجهم وببقى معاهم، فمن خلال التجربه معاهم، بس انا لحالتي بقت، لان خدت منهم كلهم، يعني حتى كان بصفوفه بصايه بمزاج، يعني الكورونا جايب مزاج. انا بتكلم بقى على الاسر، الاسره نفسها هل اتأثرت بكورونا؟ يعني هل في نسبة طلاق أو نسبة بعد سببتها كورونا في المنازل المصرية؟ أكيد ولا أكيد. أنا شايف، أنت شايفة إيه يعني قبل ما لا أنا أقول أنا رأيي؟ شايفة إن نسبة الطلاق زادت جدا ما بسبب كورونا؟ بسبب كورونا. أنا مختلف معاكي. ما أكيد أنت مختلف معايا. كويس، يعني أنا متوقع أي حاجة تانية غير الطلاق. لا الطلاق لسبب إن الزوج أصلا وجوده في البيت بيبقى نادر، الأيام هايل، دي بيبقى نادر، حاجة نادرة إن أنت تلاقي جوزك كده في البيت. لا ده حاجة جديدة كويس. إن أنت تتفاجئ بقى إن هو يبقى مقيم معاك 24 ساعة أو 10 ساعات في انت مش اليوم. حابه الموضوع ده؟ لا أنا حباه، أنا بتكلم. لا أصل أنا متعودة أصلا مع جوزي على كده، كويس. فما تدخلنيش أنا في الموضوع. أصلا هو مش موجود، يعني طبيعة شغله أصلا مش موجود في تمام، البيت. اوكي. فان انت انا طيب بتكلم في العموم على صحباتي. هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع تاني نكمل عند صحباتي. اوكي معاك. اوكي اصدقائي، نطلع فاصل ونرجع لكم تاني حالا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل كلامنا. نكمل كلامنا. ايه بقى الاسباب السلبية اللي ادت الى توتر العلاقة الزوجية، اللي ادت الى ممكن تصل الى الانفصال؟ وجود الراجل في البيت، ماشي. وجوده حاجة غريبة. عن تجربة شخصية، لا يعني انا صحابي يقولوا لي لا وجوده في البيت ان هو بيدقق على كل صغيرة وكبيرة، مش طبيعته كده، يعني هو بيجي ينزل مع نفسه. عصبية زيادة، ان كل حاجة بيلمسها هي اصلا الزوجة، مثلا لا ما تلمسش ده لا انت جاي من بره، جاي لنا الفيروس معاك، الكلام ده بيحصل احتكاك، بيحصل مشادات. الولاد بيتفاجئ، يعني في اباء بتتفاجئ ان ولاده مثلا في سن معين كانوا مش عارفين عنهم حاجة، فده برضو من المشاكل اللي اتفاجئنا بيها، وده اللي ادى الى الطلاق. انت بتقول لي بيحصل ده سبب التوتر اللي حصل في الحالة النفسية في البيت، كان التوتر اكيد والخوف أدى إلى مشاكل كتيرة حصلت، وده مش انا اللي بقوله والله، هي عكس نسب. الكلام ده، عكس الكلام ده، إن الزوجين لما قعدوا في البيت مدة طويلة اكتشفوا بعض التفاصيل الصغيرة اللي كانت ممكن تخليهم يقربوا من بعض. يعني الزوج قدر يعرف إن زوجته في تفاصيل صغيرة بتعملها في البيت، التفاصيل الصغيرة دي هو بالنسبة له ما كانش شايفها، التفاصيل الصغيرة دي هي كبيرة صعبة، هي بتعملها لوحدها وهو مش موجود، لما قعد في البيت شاف الموضوع ده. حتى لو قلنا التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تؤدي إلى مشاكل برضو الانفصال، إنه ممكن يكتشف إن زوجته على طول موجودة فترة طويلة على الإنترنت وبيتكلم أهلها في التليفون، قاعدة متعايشة تماما وسايبة تربية البيت أو سايبة البيت تماما. معلش انا مش بقطعك، بس ده سبب من اسباب، انا ماشي معاكي في نفس الخط لغايه لا دلوقتي، بس السبب لكن اللي انا انت مش مقتنع. بتقوله ده دلوقتي لا ده مش هيبقى مشكله، او ده هي ما يكونش بيتموت، ازاي ما هقول لك سببش لو في مشكله؟ الوضع الطبيعي هيبقى في مشكله، امال دلوقتي في الكورونا ديت اللي ملوش اصلا استخدام على السوشيال ميديا استخدمه.
كويس. انا بتكلم، بكمية، ما ما هو غصب عنها وهي تبقى قاعدة متابعة. يعني هي قاعده وهو قاعد وهي يعني متابعه هو وهو، قاعد بيتكلم معاها، ما هو قاعد برضو على السوشيال ميديا، لا بيكلم الولاد، ما هي ولاد سايبه لا على الولاد، تليفونه، الولاد بيتكلم على تليفونه. لا هو بيتكلم الولاد، ما هو قاعده، ما هو حد من الاثنين هيكلم الولاد، يا الام يا الاب لو في غالبا ولاد، الام، غالبا الام لو غالبا قاعده بقى بتكلم اهلها وسايبه الولاد. ما بتكلم اهلها في ايه، معانا تليفون. معنا تليفون. الو، ايوه السلام عليكم. الو استاذ سلمى. ايوه مع حضرتك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيكم يا جماعه؟ انت اخبارك اهلا ايه؟ يا سلمى. الحمد لله بخير والله. بص يا سلمى، احنا عاملين اتفضل. مشكلة في الاستوديو دلوقتي. ليه بس؟ بصي، وانا عارف انت في البداية كده حاسس ان انت رايحة لفين. لا 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 لا، ما انت متجوزة الأول يا سلمى؟ متجوزة ومعايا بنوتة. طيب طيب، ماشي، ايه بقى مشكلتك؟ الكورونا في الفترة اللي فاتت قربت ما بين الزوج والزوجة والأهل مع بعض ولا بعدت؟ هي قربت من ناحية الزوج والزوجة، تمام، لكن بعدت حلو، عن الأهل. بعدنا عن يعني الأهل. أنا مع أنا معايا حصل العكس، يعني أنا قربت من زوجي حلو، وشاف مثلا حياتي الطبيعية شكلها إيه، لأن طبعا كان بيجي على الغدا وينام شوية وينزل مع أصحابه. بقى دلوقتي متواجد بشكل يومي من أول الصبح، تمام. فطار غدا عشاء، فبقى شايف بقى دوري. هو حصل مشاكل، أنا التفاصيل مش الصغيرة دي بس ما... بانت لا صح؟ لا، هي بتقولها حصل مشاكل، بس ثانية حصل ثانية ثانية مشاكل. ثانية، لا ما ست سيبها، زي لا الفل لا اهي. حصل مشاكل. ايه هي بقى المشاكل دي؟ هو تعالي لي بقى، فعلا حصل مشاكل. يعني ايه هي حصلت بقى؟ مشاكل، لان يعني مثلا هو ما كانش متخيل ان انا ممكن اقعد اشتغل في البيت. هو كان بيجي يلاقي كل حاجه جاهزه، تمام، فبالنسبه بقى للبنوته تلعب مثلا، العابها موجوده في الارض وما كانش بيجي يشوف منظر زي ده، فبقى ده مسبب له مشكله. تمام. انت طب ليه اختلافات مش كانت بيشيلها بتيجي يا بحاجات. سلمى؟ مش بيشيل الحاجات اللي على الارض؟ ما هو مش المفروض لا يشيل، لا لا، امال هو مفيش المفروض سبب انه يعمل ايه في يساعد، البيت؟ يتفرج بس. يتفرج، مفيش يلعب سبب. معاه. لا هو قاعد بيتفرج على التلفزيون بس، على اي حاجه، حتى ما كانش فيه ماتشات ان هم ممكن يتفرجوا عليها. نجيب ماتشات قديمة مش مشكلة، نقعد نتفرج عليها. طيب، لكن بس دلوقتي الجو عامل ازاي؟ يعني هل فعلا، انا بقول ان كورونا طلعت اجمل ما فينا، يعني اكتشفنا حاجات تفاصيل صغيرة قربتنا من لا بعض. كتير تمام، قربتنا كتير، وبقى عندنا وعي صحي رهيب. يعني طلعنا من موضوع الكورونا ده بفوائد كتير، انا شايفة ان فوائدها في من ناحية الأسرة اكتر من اي وقت فات. طيب يعني سلمى، ايه تابعينا على بقى؟ طول يبقى وما مع تسيبناش محمد. النهارده في الحلقه، علشان عشان في اخر موعد. الحلقه في مسابقات وفي جوائز وفي حاجات كتير جدا. ماشي، شكرا سلمى. عكس اللي انت كنت متوقع. معاك. قالت معايا، لا لا تمام. معاك، انت كنت ايوه بتقول لا ده طيب. معاكي. لا لا اصدقائي، احنا في كل حلقه كل اصدقائنا ومشاهدينا يبعتوا لنا على الواتس اللي هيظهر حالا، ويبعتوا لنا صور اطفالهم، قد ايه الاطفال والطفل البريء وصوره والحاجات الجميله دي سن معين يا بتحبنا. محمد؟ كل الطفل من سن 6 لغايه 18 سنه، الفتره دي كلها فتره الطفوله، كل حد عنده صوره حلوه يبعت لنا الواتس وهيشوفها معانا، زي ما هنشوف دلوقتي حالا صور الاتفال الجميله اللي اتبعتت لنا. وهنفاصل اعلامي وهنستقبل ضيفتنا بعد الفاصل، انتظرونا.